كما وأني أود أن أنوه أنه لربما كان الجمعة القادمة يوم عيد، وبالتالي كما يقولون يجتمع عيدان. إنه أبدا لم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجمعة في يوم عيد، ولم يثبت أبدا أنه رخص في ترك صلاة الجمعة في يوم عيد. وكل الذي ثبت في ذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري قال لأهل العوالي، وعندما يقال أهل العوالي يعني مناطق في ضاحية المدينة بعيدة نسبيا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم إنا مجمعون، فمن أراد أن يجمع فليجمع، يعني رخص لأهل العوالي لأهل الضواحي لمن كان بعيدا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنه تركت صلاة الجمعة أبدا، أو أنه عذر المسلم المقيم غير المسافر في ترك صلاة الجمعة أبدا، كيف وهي فريضة محكمة في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما أن يحتج محتج بحديث لعبد الله بن الزبير أنه خرج لصلاة العيد ولم يخرج للجمعة فغير صحيح، لأن الذي فعله عبد الله بن الزبير أنه وكان أميرا على مكة أنه أخر صلاة العيد إلى قريب صلاة وقت صلاة الجمعة فجمع بينهما، بمعنى آخر جمع العيد إلى الجمعة ولم يجمع الجمعة إلى العيد. هذا مع كونه كذلك لا يكون حكما ملزما ولا مقدما أبدا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مقدما أبدا على الفريضة المحكمة في كتاب الله تعالى. وإن كان صحابيا فكان اجتهادا منه، لكنه في النهاية لم يسقط صلاة الجمعة بل جمع العيد إلى الجمعة. فلا بد أن هذه الفرائض يتحرى المسلم في أدائها.